حمزة اللي فوق ده تتعرفه؟ حمزة على سطر ولا حمزة على نبرة؟ ضربه بالرصاص. خلاص خلاص ده صاحبي. مين؟ حمزة. حمزة على سطر ولا حمزة على نبرة؟ الليلة حلوة. خلاص خلاص يا عم هثبت لك. فرحه النهاردة وادي دعوة الفرح يا عم. وريني كده. دي ليلة مطينة. شكرا شكرا عمال عندكم في الافراح. متشكرين متشكرين. اتفضل يا عريس. مش حواصيك يا حمزه على بنتي. في عينيا يا حمايه. تسلم يا حبيبي. رجلك اليمين يا واد. الله يخليك. حاضر يا ماما. وانت يا فريده حطي حمزه في عينيك. انا بقى الليله دي بس هيبات معاكم في الاوضه اللي تحت. ها لو عوزتوا اي حاجه اندهولي على طول. بعد كده هسيبكم تستمتعوا بقى ببعضيكم. حبيبي يا بابا. هتوحشني يا حبيبي قوي. طب يلا حبيبتي عشان انت تعبتي النهارده بقى. مستعجل على ايه؟ لا مش مستعجل يا ستي. يلا يعني مستعجل. لا يا ماما انا مش مستعجل على حاجه. يا ماما مستعجل يا ستي. باي يا بابا. باي. يلا يلا. ايه يلا؟ عشان احطك في عينيا. انت بتسمعي وصيه ماما؟ ها طبعا يا حبيبي. طب يلا. لا من هنا. طب من هنا. طب حاضر. يلا قدامي. حاضر. يلا. علينا يا حمزه. الله يبارك فيك. ايه يا حبيبي مش هتقفل الباب بقى؟ ايه اقفل الباب. هو انت هتفضل واقف هنا كتير؟ ما 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 مش عارف هعمل ايه. طيب يعني سيبني نفسك خالص. ايه ما تقلقش. حاضر. انسى كل حاجه. حاضر حمزه. ايه معقولة الفترة القليلة دي نبقى متجوزين ومقفول علينا باب واحد؟ أنا برضو حبيبتي أنا مبسوط قوي. حمزة. إيه؟ اقلع. إيه؟ اقلع. حاضر. هو ده القلع بالنسبة لك؟ أمال أعمل إيه تاني؟ طب ماشي أهو. حمزة. إيه؟ هتفرد ظهرك كده شوية. حاضر حاضر. بقولك ايه ما تفك البابيون. ايه؟ فك البابيون. حاضر. فك القميص كمان. طيب المرة بقى تفك الجاكيت ده. حاضر. وبس بساعدني في الطرحة. حاضر. مش قادر افكها. حاضر. هو انتوا مين؟ احنا شركة الغاز وجايين نشقر على العداد. مين البنت دي يا امور؟ بتخوني بتتجوز واحدة تانية؟ ايه؟ دي اللي مين؟ ما اعرفش مين. ما تعرفش مين؟ اه يبقى انت كده هتموت. يا نهار اسود. بالهداوة بالهداوة يا منير. الراجل تقريبا دخلته النهاردة وتقريبا مبلبع حاجة مش فايق. ما تبطل هزار بقى يا حمزة. هو انت عرفت اسمي ازاي؟ اصلا انا بنجم. وايه الكهنة ده؟ وايه الاشكال دي؟ بتسيبني انا عشان دي؟ جبتها منين اساسا؟ انا هدي يا حبيبتي مش عاجباكي؟ انت مين اصلا؟ هدي بس. حمزه اللي بيننا وبينك الفلوس فين؟ هو انتوا جايين عشان خاطر فلوس؟ ايوه يا باشا. ثانيه واحده. ايوه كل فلوس النقطه بتاعتي اهي. ما تقلقش عليكم. اتفضل اتفضل. نقطه؟ لا اصل احنا مركبين جلده. دول ممكن نعتبرهم بدل انتقال. لا بقى انتوا زودتوها قوي. انا هبلغ البوليس. العيال دي تقريبا بتستهبل. قوم بينا ندور على الفلوس. دور هنا. حمزه هما بيدوروا ولا ايه؟ حمزه انا عارف دول شكلهم مجانين. هو انتوا كاميرا خفيه بتشغلونا؟ كاميرا خفيه ايه يا حمزه؟ ده جرى في دماغك ايه؟ بقى تسيب لنا عشان دي؟ انت حبيتي يا بنتي؟ انت ازاي تكلمي جوزي بالشكل ده؟ ما ترد عليها بقى يا حمزه. ارد عليها اقول لها ايه؟ ايه ده؟ احترم نفسك. ما تمدش ايدك على هدومي الداخليه لو سمحت. هي البنت دي عارفه كل حاجه وبتستهزئ. سيبيني. يا حمزه انا دعوت. ورحمة أمي لموتك. الشنطة فين؟ معرفش الشنطة فين. ولا آخر فرصة. إحنا سرقنا صرافة وإنت كنت معانا. أنا سرقت صرافة؟ آه وشلنا الفلوس معاك وقلنا نختفي عن بعض شهرين.
لحظة، أنت بتقول شهرين؟ آه يا جماعة، أنا خبطت حمزة من شهر ونص وفقد الذاكرة وبيتعالج عند دكتور. أيوة يا جماعة، أنا بتعالج وبيقولوا إن أنا فقد الذاكرة. عشان كده نسيتني يا حمزة يا حبيبي. إيه؟ حبيبي، الكلام ده في أوتار الليل. خلينا ورا الكذاب لحد باب الدار، قوموا بينا بقى نروح للدكتور. يلا بينا. دكتور إيه اللي تروحوا له دلوقتي؟ تعالوا بكرة الصبح وإحنا ناخدكم عند الدكتور تتأكدوا بنفسكم. بكرة الصبح إيه يا ماما؟ إحنا كابسين على نفسكم، إحنا هنبات هنا النهاردة، فاهمة؟ ولا حاجة. امال مين اللي بلغ البوليس يا حبيبي؟ معرفش، ممكن تكون بريدة. بريدة؟ فريدة مرادي. دي خطة بابا، انا عارفاها، ده اكيد جاي يزورنا في الصباحية. صباحية ايه يا روح امي؟ قومي يا حمزة افتحي وما تقولوش ولا كلمة، طرقها بسرعة يلا. انا هروح الحمام اغير. امشي. ولا انا مالك؟ طيب. حاضر. صباح الفل يا عريس. صباح النور، اتفضل. اتفضل امشي. ايه؟ معلش يا عم، صباح الخير. هو انا هفضل واقف كتير؟ لا ما مع اصل هي مكسوفه عشان قلعه. قلعه؟ كفايه كده يا حبيبتي، يلا نلبس بابا على الباب. بابا على الباب. اتفضل عم، اتفضل. اهلا. مبروك. الله يبارك فيك، اهلا وسهلا. اتفضل. حاضر. ده كتير قوي يا عم والله. فضل خيرك. الله يخليك. الاوضه متبهدله كده ليه؟ معلش يا عمي، حماه الشباب ظهر في الجواز. يا راجل بس مش الدرجه دي ابدا. الله الله الله، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا عم؟ ما تحرجنيش اكتر من كده. اتفضل اقعد. اتفضل. البنت فين؟ انا مخضوض على البنت. اهدى يا عمي، في الحمام بتغير. اهدى بس. في الحمام؟ اه الحمد لله، ده انا فاكرها في المستشفى. ليه يا عم؟ هي متجوزه حمار. معلش يا ابني، انا جبت لك فطار خفيف، كان المفروض اجيب لك خروف. هو المفروض تجيب خروف؟ يعني انت جايب لي اربع بطاطا وحتتين لانشون وشات الهايلمان اللي انا عامله في الاوضه. الحمد لله. انا حبيبتي وحشتني قوي يا ماما. ازيك يا بنتي؟ ازاي؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ مالك مالك بتعيطي ليه؟ فرحه يا عم، من الفرحه. انت فرحانه؟ اه يا بابا، دي الموضوع الفرحه، انا مبسوطه قوي. يعني انت مبسوطه؟ ايوه. امال ايه اللي في وشك ده؟ عضة جت مني غصب عني. معلش يا عم. ابني يا ابني، مش كده، ده مش اسلوب دخلة. معلش يا عم، انا عارف ان انا كنت مأفور شوية. معلش. طب اسألني يا اخي. يا عم انا كنت هكسف، يعني اجي اقول لك ينفع؟ يعني انت ابني وهي بنتي، ما فيهاش حاجة. هو انا غريب؟ انا ما اقدرش يا عم اتكسف في الحاجات دي. بابا بابا ما تقلقش، قلت لك انا مبسوطة. شفت؟ لكن المفروض بدل ما اجيب لكم فطار خفيف كنت اجيب لكم نجار. استنى استنى، هو انت اللي ضحكت؟ ايه يا عم انت مالك؟ انت مش طبيعي النهارده يا عم. مالك يا حبيبي؟ مالك؟ طيب ماشي، انا هسيبكم دلوقتي. ماشي يا عم، نورتنا يا عم. الله يخليك. بطمن عليك. الله يخليك يا عم. الله يخليك، ربنا يديك الصحه. نورت يا عم. سلام. نورت يا عم. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. نورت يا عم. الله يخليك يا ابني. نورت. سلام يا عم. الحمد لله، ما حسش بحاجه، بس اللي عاجبني ان هو افتكرني ان انا جديد قوي. برافو برافو عليك يا حمزه، طول ما انت بتسمع الكلام هتحافظ على حياتك. انا هسمع الكلام. جراح يا اخوانا، انتوا ناسيين اللي احنا لازم نروح المستشفى عشان نقابل الدكتور ونعرف منه حكايه الذاكره دي، صح ولا فشينك؟ لا زيزو، انا مش هقدر اروح المستشفى، رجلي بتوجعني. قرشتك منير، انت هتقعد مع الموز ده. حمزه، انت حاسبني في البيت لوحدي مع راجل غريب؟ على رقبتي، انا مش هسيب مراتي مع حد غريب. ايوه حمام زبيه، انا وصلت الرقم العربيه. ايوه باشا، انا وراه. لازم اعرف الدولارات فين.
لها يا رب من هنا كده. اللي في العربية اللي في العربية عملتها برضو. العيال كده هزوه مني. بوليس بسرعة ورا العربية البيضة دي بسرعة. حاضر. العربية بترجع ورا. ايه ده انا برجع؟ انت بترجع ورا. استوب ايوه قدام قال ايه عمو؟ انت جبتي مرشدير ما ورا وحطي قوي. حاضر. هو انت ما بتعرفيش تسوقي؟ ده تاني يوم ليا. نزليني لا مش بعرف اركن. دوسي على الفرامل. وبعدين انت كده بتحبطنا لان انت كده مش مقتنع بيا كسواقه والراجل ده كده شبه راح على الارض. وبعدين اشهدك ما بيرضاش يمشي بيا في شوارع زحمه مع ان المفروض اخبط العربيه مره واتنين وكده يعني ابقى اتعلم وده طبيعي. وانت عارفه تسوق بايدك الاثنين لما تكوني سوقي واحده. نزليني دوب الثواب. نزليني. هي دي المستشفى اللي فيها دكتور؟ ايوه. اتفضل انزل. انزل شوف اخرتها. يلا يا حبيبي. حاضر. اقفل المكوك ده عشان ما يتسرقش. خليه يتسرق يا اخويا. انا عايزه يتسرق. يلا اوعى بقى. اهلا يا حمزه، ازيك؟ اخبارك ايه؟ مساء الخير يا دكتور. معايا حاله بس اخلصها وافضلكم. اتفضل ارتاح. شكرا. شاكرين افضل سعادتك. انت هتتعبني معاك، شكلك هتتعبني معاك. افتح بقك. البق اهو. ها فاكر حاجه؟ واحنا هنقعد نستناه بقى لما يفتكر وما يفتكرش. دكتور مساء الخير يا فندم. ايوه خير. اعرفك بنفسي، انا ابقى خال حمزه. خال مين؟ خالك ولا ايه؟ والله وبصراحة أنا عايش في البرازيل بقالي فترة في مزرعة بن بدرها، ولما عرفت حمزة اللي حصل له جيت جري. هو حصل إيه بالظبط؟ لا، حمزة عنده نوع من أنواع فقدان الذاكرة الجزئي اسمه فازوفازورم. لا إله إلا الله. فازوفازورم. وجالك منين الفازوفازورم دوت؟ ايه يا عم؟ كلت ايه؟ معرفش كلت ايه نصيب. لا 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 لا، فازوفازورم ده ما بيجيش نتيجه اكل الشارع. فازوفازورم ده ممكن بيجي نتيجه خبطه في الدماغ. روسيه حد يديها له يعني اي اكشن كده. لا اله الا الله. صدقتوني ان انا عندي الفازوفازورم؟ صدقتك يا ابن اختي. طب دكتور اتفضل. والله حمزه كان عنده ورق المزرعه وصراحه احنا اتعذرنا في فلوس وقررنا ان احنا نبيع المزرعه اللي في البرازيل، فالراجل عايز ورق المزرعه وحمزه الوحيد اللي فاكر ورق المزرعه فين. مفيش حاجه تنشط الذاكره ويقول لنا ورق المزرعه فين؟ لا حمزه ممكن يتعالج طبعا ويرجع زي الفل ويبقى كويس، بس محتاج طبعا انه يمشي على ادويه معينه وتمارين فكريه زي اللي انا بعملها دي. طب يعني مفيش حل اسرع عشان ننجز بقى ونفكنا من حوار التمارين ده؟ ننجز وحوار؟ لا الكلام ده عند العطارين حضرتك، ده احدث طرق الطب اللي انا بعملها دي. دي صاحبتي. صاحبتك اسمها ايه صاحبتك؟ اسمها هدى. اسمها ايه يا بت؟ بقول لك اسمها هدى. انت اسمها ايه يا بت؟ بقول لك اسمها هدى. اسمها هدى؟ ايوه. سؤال اللي جابها دلوقتي البت دي؟ معرفش. طب بصي انت هتزحلقيها، عارفه لو عملت حاجه كده ولا كده انا هقتلكوا انتوا الاثنين، وبعد ما اقتلكوا هغتصب على الباب هنا. حاضر. ماشي استنى ما اخد البرشام. حرام عليك الحاجات اللي بتبلبها. شش دي برشام تضيق في روحتي. روح. قوي. عامله ايه؟ تعالي طمنيني، اخبار الجواز ايه؟ حلوة قوي بجد. حلو جدا. تشجعيني؟ لا لا لا.
وحشتيني قوي. انت كمان بجد. انت عارفه ان انا لسه جايه من السفر حالا. انا اول ما عرفت انت اتجوزتي جيت جري. صعب تواجد دايما يا هدى. اهو انت. طب ايه انت اتجوزتي مين؟ وائل بتاع الجامعه ولا مدحت بتاع النادي ولا اسمه سمير؟ اتجوزت حمزه.